kami ang sandalang gabi. Bismillahirrahmanirrahim. أولاً مرحب بكل الحضور بكل الطلبة اللي بيدرسوا في السودان. مرحب بكم في بلدكم الثاني السودان، وأكيد أنتم أبناء وأخوان لينا وشعب الصومال. أنا ما عايز أتكلم عن علاقة السودان وعلاقة شعب الصومال لأنها علاقة يعني منذ الأزل، فالفنون هي دائماً هي لغة التواصل بين الشعوب. وأنا فخورة جدا إنه على جميع صفحاتي عندي جمهور كبير من الشعب الصومالي. أنا كمان قاعد أحب الشعب الصومالي وبرتدي كثير من الأزياء الصومالية. بحبكم بعاداتكم وبتقاليدكم اللي هي بتشبه تقاليدنا السودانية، ونحن في النهاية يجمعنا الإسلام والأخوة وأمنا أفريقيا. فأنا سعيدة وشكرا كثيرا على الدعوة اللي انتم قدمتوها لي اليوم. أكيد يعني مبسوطة جدا جدا باليوم ده، وإن شاء الله يعني نكون خفيفين عليكم واحتضروا ندى أخوكم الكبيرة وأمكم كمان حضر، وبيتي فاتح لكم كمان كطلبة. انتم موجودين احتضروا انتم في غربة، رغم ان السودان ما غربة، هو بيتكم الثاني وبلدكم الثاني. فمتى ما احتجتوا ندى انا تلقوني تحت امركم ان شاء الله، وانتظروني غريبا في الصومال. ندي لكم حاجة بسيطة بتقول: حبيت الشعب السوداني، صومالي كمان تاني وتاني. حبيت الشعب السوداني، صومالي كمان تاني وتاني. حبيت الشعب الصومالي، حبيته كمان تاني وتاني. شكرا جزيلا. شرف عظيم جدا للفنانة العظيمة الكبيرة ندى خلعة. الآن نودع الفنان، عندها برامج كثير، وشكرا جزيلا الفنان ندى خلعة. شكرا لكم كثير، شكرا للتكريم، وكمان عايز أشكركم على العلم اللي لبستوني له، وأكيد شرف كبير بالنسبة لي علم الصومال. إن شاء الله ربنا يديكم العافية. شكرا كثير 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 إلى أن نلتقي في أمان الله. ربنا يوفقكم وربنا ينجحكم ويشد حيلكم. نحن معاكم مع أخوانكم ومع أهلكم، أنتم ما غرباء، أنتم بين أهلكم وبين حبابكم. ربنا يوفقكم، وأتمنى لكل الطلبة الموجودين النجاح والتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. مرحبا بك، وحنجعلنا عند بدك أرجع شيء إليك، لأنه شرفنا إنه تهاي حفلة قبل ما يبوها لسي.